هدى ودنا غير والدو دغيا دغيا انا وياها طلعنا شي صغيره وطلعنا مع 12. المهم خوش انا وصلت فرح للدار ديال اختي هي خرجت عندي دابا ندخل عندو باش تسليبي انا خلود خوت احنا جبتنا الشنطة دابا خصنا نعمرو حوايجنا هانتوما معانا المهم هنا جمعنا العيبات حيت ما عنديش بزاف كنقرش بزاف هادو عاد خليت لي غادي نلبس او صافي باش عرفوا راه كنجمع هادشي في الليل وانا غدا غادي حتى غدا في العشيه حتى غدا في الليل فهمتوا حيت انا دابا غادي نخدم غدا وفي الليل عاد عندي التران. المهم خليكم مع الفلوك كامل شي مهم قلتوني دابا يلا جمعت اللعبات اللي كانوا ناقصين بس حوايجي الحطيط هادشي تاع العميق. المهم قلتوني دابا دومودي لان درايف هي جايه عند الدراري مع العشرة شحال 15 دقيقة ودابا عرفتو شحال في الساعة دابا 9 ونص هي يعني درايف جاية كنتسناوها باش نمشيو. المهم البرا اللي ما عارفينش نتوما نشرح لكم دابا انا داير مفاجأة المولير الدار يعني ما عارفينيش هابط نسدالي باش تسمعوني دابا خوش خو دري عندها 7 يلاه ولدت وهابط باش نمشي نهبطو نحضرو لها من نشوفوه اش انا قلت لهم راه ما غاديش نهبط راه مخليني السوبرفيزو والخدمه بزاف وما عنديش كي ندير نهبط وما ما عجبهمش الحال قالوا لي لا فهمتي نهبط حضر معنا توحشناك بغيناك تكون معنا. المهم راكم عارفين البلان تنسمعكم واحد الغدوات والله شي راه بزاف وصافي هادي قلت لهم راه ما عنديش كي ندير صافي ما كرهتش فيك راه ما عنديش كي ندير حتى غنهبط وغادي يشوفوني داكشي على غفله وغادي نديروا له مفاجاه خليكم معنا باش تشوفوا المفاجاه وتشوفوا رد الفعل ديالهم انتوما معايا. وصلنا دابا للمحطة كي شفتو ديال فواياجور أول مرة غنركب هاد فواياجور بعيد عليا شوية حيت كان مولف كنركبها فوازيس قريبة ليا مي دابا ركبنا فواياجور حيت ملقيتش التران فمن وازيس كلشي عامر قطعت من فواياجور دابا حنا غنشوفو معانا نكذب عليكم تلفت بالرجولة تلفت حيت عمري ركبت هنايا غنبقى غير طالع حتى نشوفو فين غنخرجو في هادشي هذا بقى طالع حنا في هاد الدروج والله حتى تلفت والله ولكن ناري المغرب والله حتى ناري والله زوين زوين الدراري المغرب خصكم تجيو تشوفو هادشي هذا واش حنا ركبنا دابا التران ديالنا الله يكون هو راه المهم لا هو هو راه سولت شدينا القاعد ديالنا وطريق السيرة ما شاء الله خوت حيت بلاصتي فيها الناس كنحشم شوية غادي نهضر معكم هنايا أول حاجة في هذا الفيديو هذا راه مفاجأة الوالدة وأختي ما عارفينش حتى واحد ما عارف عارف ولد خالتي اللي غادي نمشي باش عنده ما عارفينش أنا هبط لفاس كاين سي واحد الخوا دريمي قلت لهم راه ما خليني السوبرفيزور نهبط راه عندنا الخدمة مزيرة وشنو شنو المهم روينا ما بغاوش قالوا لي خصك تهبط تحضر معنا واخا تهبط 3 ايام قلت لهم راه ما عنديش كي ندير ما غاديش نهبط حتى كنهبط ندير لهم مفاجاه وغادي يشوفوا رديت الفعل ديالهم غادي يشوفوني انا جيت كامل بكا غادي نحضر معاهم سمحوا لي باردو كانت واضح ضاحكين ونشوف رديت الفعل ديالهم خليكم معنا من الاول شدوا معنا الطريق نوصلوا عندهم دابا البلان شنو جاني في بالي ما نمشيش للدار دابا حيت غنوصل حتى للجوج ديال الليل بلا ما نفيقهم وباش يجي التصوير زوين غنمشي عند ولد خالتي باش عندو وغدا نهبط عندهم حتى نوقف عليهم ونشعلو الكاميرا خليونا نمشيو نشدو الطريق الله وصلنا على خير خليكم معنا من الفيديو من الاول للتالي يس
ضروري نجي نضرب طلايله في الحمام ديال الدراري نضربوا شي تصويره هنا ولا شنو ضروري حنا هكا المغاربه ما كنفلتوش هاد المرايات ولا احنا عاوشين شادين الطريق والطريق 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 ان شاء الله نوصلوا على خير خليكم معنا ترى المفاجاه الكبرى هي غتشوفين الوالده والخوادري قبالتهم وانا كنزلهم بسم الله ما عرفتش الكرام واخواتنا الكرام وصلنا الى فاس الحمد لله على سلامتنا ودابا خصنا نمشيو عند مشيو لعويه الحجاج صداع نباتو عند واحد خاتي باش غدا نديرو مفاجاه والله شي عاد مع خو دريه بقات فيا بزاف قالت لي بغيتك تهبط قلت لها عطيني النمره السوبرفيزور ديالك الصوني لي جبت لي البكيه واحد قرب ولكن مفاجاه غدا غادي نفرحوها ان شاء الله احنا في فاس في محطه فاس خليكم مع الفيديو من الاول التالي مازال مفاجأة مستمرة المهم اخويا سي سقا مفاجأة ان شاء الله خويا عبد الرحيم هو عاد وصل عندي دابا راه جوج ديال الليل ربطة ان شاء الله ربطة بالبيل ان شاء الله ربطة ربطة ودابا قصيب في ضايع بشيوع بشي الناس غدا ان شاء الله من فوق ما خصنا نمشيو نفرحوهم على الدار هذا راه شي 9 الصباح دابا نمشيو نشدو الطاكسي ونهبطو لصهب الورد من دابا في عوين الحجاج ونفرحو والله شي غيفرحو انت المهم خليكم مع الفعل ديالهم غنشوفو معنا صح دارنا هذه البريك الخوادري راه الدار ديالنا راه ولكن دابا يمكن شي واحد في الدار مشكله خصني نمشي عند اختي ندير لهم المفاجاه عند اختي دابا يمكن شي واحد في الدار دابا انا حدا الدار ديالي دابا باش فهم راه متفق مع بنت خالتي عالم هنايا هي اللي كانت معاها قالت لي راه ما كاين شي واحد في الدار هاي ما يبان لكمش قالت لي دابا خصني نمشي عندهم شال للدار المهم دابا غنمشي عندهم خوتي انا دخلت للدار لقيت سوارت عند واحد من الحاج كنخليو عنده ديما السوارت دخلت للدار شوف ديك حشاكم الزبل ديال الحولي هانتوما المهم دابا خرجت من الدار بدلت ديك الحوايج ربي قلت بدلت الحوايج حتى شي حوايج اللي متقل بيهم بدلت السبر ديالها ومسودة بعد المهم خوتي انا وصلت دابا عند الدار ديال اختي ومتفق غير مع بنت خالتي هي خرجت عندي دابا غندخل عندهم باش تسد لي بيا انا خولول دير لهم فيزا دير لهم فيزا يلا نشوفو معانا ترى جيت البارح انا في الليل تا شي كريم كيما غايجيش تبغيش تجي عندي يلا صافي قالت لك اجي يلا هي عندها
جيت البارح في الليل كنت لقيت بوسه والو حق الله ودنا غير واندو دغيا دغيا انا وياها طلعنا شي صغيره وطلعنا مع 12 غير كيف فرحانه فرحانه وزنا تال تما فين كتكون وما لقيناش دي بيجو 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 شويه الكبده ولا لا 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 يا العمر انت امي تسكيتك مفاجاه وجاتني واعره مفاجاه يا وليدي ما كنتش ناويه كاع والله ما كنت ناويه ملي قالوا لي ما غاتجيش قلت لهم اسبوع بلا عبد الرحيم كيف والو ما كاينش ضروري اسبوع بلا عبد الرحيم ما كاياش وعاقت لي قلتها لها قلت لها يا نهار الله بحال والو يجي ما يمكنش ما يجيش ما يمكنش عبد الرحيم انت وسيت حنا الدجاج والحمي قلت لها ما يمكنش عبد الرحيم ما يجيش ولا ما جاش الاسبوع غيدوز بيريبي بيريبي والله علاش لعبتك وليدي على سلامتك الله يسلمك حالة شوف خلود خوش دابا جيت نفطر يا ربي جيت ندير فطور زعما نفطرو كاملين في شي الدروبه ديال حساب الورد كيداير المهم خوتي كيكون هنا حبس الفيديو نتمنى يكون عجبكم واللي وصلت لهنايا خلينا في الكومنتات كيجاونا في اللوك وميساجي دعمنا باللايك واللي ما دارش ابوني دير ابوني راه ديما جديد وشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله.